اتحدنا مع مؤسس فكره او حلم بورن تو لي، مدرب معتمد في مجال الاداره والقياده شغال، وليه مقوله مشهوره جدا حيث اننا نؤمن بان القياده قرار واختيار، وان الناس ما ولدوا الا ليكونوا. ففي حتى خليني اعمل القياده هذا من مزاجنا. رحبوا معايا الدكتور شريف رسام. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله انا حالق قبل ما اجي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وممكن درء اللي فتنا نشتغل كده. يعني الدكتور محمد الحقيقه ظبطنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله على السلامة. انتوا هنا بقالكم قد ايه؟ حد اكلكم ولا حاجة؟ طب المجموعة اللي فوق شكلها كلت. بما اننا بقى خلاص يعني بنوصل دلوقتي الى ارذل العمر في اليوم، فاحنا يعني شغلنا براكتيكال قوي، يعني احنا مش هنقعد نتكلم كتير، هنشتغل بشكل عملي. عايز 10 رجاله جامدين، والاهم ان هم يكونوا لسه صحيين ويطلعوا لي هنا بسرعه. بسرعه ايه ده؟ فين ما عادش رجاله ولا ايه؟ وعايز 10 دبابيس من اخواننا من اخواتنا الكرام. 10 دبابيس بعد اذن حضرتك. دبابيس بعد اذن حضرتك. ها الحمد لله على السلامه. لا هنا هشرفنا. يلا بسرعه. يلا تنظيم معاهم. اوكي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله كله حليق الحمد لله. ما حد طالع بشعره طويل ولا حاجه. احنا موفينا ماشيين. دكتور محمد فين راح؟ على كلامك ماشيين على كلامك كده. لا انت تنزل. طب في مكنه تبعكم يا عم الحاجه في اعلى في الغلط. انا عايز انجز قبل صلاه المغرب. تعال يا زعيم. انا عايز انجز ان شاء الله قبل صلاه المغرب. ساعدوني عشان انجز قبل صلاه المغرب. جاهزين؟ فين الدبابيس يا اخي؟ حاجه غريبه جدا. اذا عوزت دبابيس تلاقيها عند النساء تقولش في ارتباط شرطي. موضوع غريب جدا الموضوع ده. ايه بقى هاتوا دبابيس بعد كده؟ طب فين البلالين؟ خش بقى كل واحد يجيب بالونه. ها لا ما تقلقوش ده وحوش. دبابيس ملونه. كل واحد ياخد دبوس. ها لا بسرعه وزعها على بعضكم. يلا لا امسك بقى ووزع. وزع يلا سريعا. ها اللي لابس نظاره بقى ايه يعني؟ ابعد النظاره عشان ممكن يبقى في حاجات بتحصل. ابعد النظاره خالص. ها يلا بسرعه. تمام كده تمام يا شباب. اسرع اسرع اسرع. عايز اخلص قبل المغرب يا جماعه. هصلوا المغرب جماعه ان شاء الله. هاي يلا حبيبي. يا خلصت كله تمام؟ كله معاه دبوسه؟ كله معاه دبوسه؟ حلو قوي. في هنا مربع ازرق موجود قدامي صح؟ ممنوع خروج بره المربع الازرق. ممنوع ايه؟ خليكم شاهدين على القواعد. ممنوع الخروج بره المربع الازرق. المربعات دي مساحه المربعات دي كلها شغاله معانا كويس. المطلوب واحد لا انت هتفرع بالونتك من الاول. بقول لكم الناس دي جايه مسلمه خالص. المطلوب ان تبقى محتفظا بالبالونه حتى النهايه. ده الهدف الاول. الهدف الثاني
الهدف الثاني في كل بالونه مكتوب ورقه فيها ورقه. لا انا مصدقني موجوده الورقه. كل واحد تفرقع بالونته يسلمها للي فرقعها له. ثاني كل واحد تفرقع بالونته يسلمها للي فرقعها له. تمام كده؟ خليكم قاعدين بقى شويه. لا خلاص ما عادش اسئله خلاص. معلش يا جماعه بس انا عندي ديسك فانا هقعد كده. عايز بقى خمسه شباب بعد اذن حضراتكم. خمسه شباب بقى. لا عادي ممكن يكونوا نايمين مش مشكله عادي. خمسه. انا لما هقول لك ابتدي تبتدي. ها هم حكم عليك انا مش شايف حاجه. تمام. عايز اربعه هنا اربعه هنا مع جنب بعض وواحد هنا. لا لا كده اربعه صف كده اربعه كده. طب اقف جنبهم. اقف يا حسن. اقف يا حسن معاهم. شكلك شيك كده. والله لا تقف يا حسن. والله لا تقف. شكل انت مش كنت عايز تحضر التدريب قبل كده؟ حضرتك يا حسن. تعال هنا. تعال حبيب قلبي. انا هقول لك ايه بقى؟ 3 2 1 تبتدي ماشي؟ يا حسن ده انت تبعي. طب استنى. هناك 3 2 1 الناس هتبتدي. وهم لما يخلصوا على بعض هتقولوا لي انتوا ان في واحد بقى. تمام؟ اهم حاجة ما تركزوش معاهم. تركزوا معايا انا. لان انا اللي جايب على التدريب ده. تبعي هم. احنا هنشتغل مع الناس دي وهنعمل معاهم تمرين. تمام؟ وهتجاوبوني واحنا شغالين. اهم حاجة انك ما تركزش مع اللي ورا. تركز فين؟ مع اللي قدام. بس اول ما يخلصوا البالين وخلصوا على بعض تديني فكرة. خلي في واحدة تانية. في واحدة تانية؟ لا لا ما تنفعش دي. خد واحدة من اللي ورا زعيم. احنا جايبين فوارغ. وبما ان الدكتور محمد علمنا ان احنا نضرب احنا بقى مش بتوع ضرب. احنا بتوع فرقعة. تلاتة. ممنوع. انا بص انا مش شايفك انا مديلك ظهري. ده انا اللي الفتنة منك بس. تلاتة اتنين قبل ما اقول لك واحد استنى رايح فين؟ قبل ما اقول لك واحد ممنوع التحالفات. يعني ايه؟ لما انا بقول لك انا مش شايفك انا. قبل ما اقول لك اهو ممنوع التحالفات. يعني ايه ممنوع التحالفات؟ يعني الحرب خدعه. وانتوا ناس امينه. واحنا عايزين نصلي المغرب ويقبل منا. تلاتة اتنين واحد. خليكم انتوا بقى معايا. انا دلوقتي مش سامع فرقعه. انا الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. خليكم معايا. الله اكبر. دلوقتي الله الله اكبر. حد مات ولا لسه؟ الله اكبر. الله يا جماعه ها اللي اتغلب يطلع بره. اللي اتغلب يطلع. ها لسه في حد؟ ما تطلعش. مش مع هيموت يا جدعان. في واحد بقى ولا لسه؟ لا 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 استنى استنى بس خلاص خلاص بس انتهى. لا انتوا معايا. اطلع لي فوق بقى. تعال لي زي ما انتوا يا شباب زي ما انتوا. كل واحد معاه ورق. احنا قلنا نعمل ايه؟ يلا فين اللي فاز؟ يلا فين اللي فاز؟ مش مشكله اللي فاز خلاص اداله في النهايه. اللي فاز اديها للي فاز. اللي فاز الراجل ده هو اللي هياخد كل حاجه. الف بركه يا زعيم. مبارك والله. ربنا يجمع اوراقك يا رب. اقرا كده. انت الفاز فقط باستمرار وفرحني اولا. ها قول كده. انت الفاز فقط باستمرار وفرحني اولا. طيب ماشي اقرا كده. واقرأني اولا. ها يلا. انت الفاز فقط باستمرار وفرحني اولا.
يا راجل خد كمل دي. هي هي. طب خد واحده لون تاني. هات اللي لا دي تبع حد، دي بتاع احلى شباب، دي مش تبع. خد دي. هي هي. نفس الاجابه. شكرا يا زعيم. ولا واحد، واحد بس قرر انه يفتح الورقه. بعديها برنس. لا خلاص عدى وفات. وكان همه الحقيقي بس انه يخلص على التاني. مع ان القصه كانت سهله خالص يعني. هو احنا قلنا كل واحد اللي احتفظ بالونته مش كده؟ ما تقعد وتكمل يا عم، انت ايه اللي زعلك يعني؟ ايه المشكله؟ وانا قلت لك فرقعت، وانا عشان اديتك دبوس يعني فرقعت لك بالقتل. ومع ذلك فرقعت بالونتك وسبتها. بس كالعادة اتعودت ان القصة لها فايز واحد، فمش مهم الورق. واتعودت ان انا قلت لك سلم الورقة لاخر واحد صح، بس ما قلت لكش ما تقرهاش. ولو كان واحد بس قرا بدري كان زمان هو رقم واحد وشال كل الدماء اللي سالت على الستيج دي. ده اللي بيحصل في الحياة. أنا قلت لكم ركزوا معايا، حد ركز؟ ولا واحد. كله في الحرب اللي شغالة ورا. ليه؟ عشان المعجنة. دي المعجنة. دي الحياة اللي أنت وحضرتك بتخشوا فيها في سبق. كل الإيحاءات بتقول لكم إن اللي ينتصر لازم ضرب أكتاف ويوصل في النهاية. تحصل لك مشكلة، أزمة، ما توصلش بشكل كافي، تقع في معركة. لما تقع ما تفتحش الورقة ولا تتعلم، بس همك حاجة من اتنين، يا تعيط وتبكي جنب الحيطة، يا تطلع وتكمل في المسابقة عشان توقع الراجل اللي طلع. لو وقفت اللحظة وخدت قرار واعي بأنك تهدي إيقاعك وتحدد معركتك قبل أن تخدها، أنت كده بدأت أول سلم القيادة. شكرين يا شباب. الرجال بقى الخمسة التانيين بلالينك يا حاج محمد. خلاص ما عادش بلالين؟ الله نشتغل بحاجة تانية، يلا بينا. ها؟ طب أنا قلت لغاية المغرب، بعتلي بقولي باقي ثلاث دقايق. أنت اللي كاتب الورقة يا وليد؟ أنت اللي كاتب الورقة؟ طيب معاكوا تايمر؟ معاكوا ساعة؟ معاكوا؟ احسبوا لي ثلاث دقايق، يلا اطلع. احسبوا ثلاث دقايق، وأول ما يجي الثلاث دقايق قول لي خلاص. ثلاث دقايق، واللي هيقول له جايزة، بالونة مفرقعة. ها فين احنا؟ كان في واحد بينا طار ولا ايه؟ تعال يا حسن تعال. ايوه يا عم انت شكلك شيك قوي، هيرفع على الستيج. تعال تعال يا زعيم. ها يلا. لا 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 سيبك من البلالين بقى، خلصنا البلالين، ما عادش عندنا بلالين. هنقف احنا الاربعه كده، ما تصورش، بقول لك ما تصورش، انا هدريها. لا هنقف كده في خط واحد، يلا بسرعه عشان احنا قدامنا ثلاث دقايق وعايزين نخلص بسرعه قبل الوقت يخلص. يلا بسرعه. ها بص انا هحكي لكم موقف وتقولوا لي ايه بقى، ماذا تفعل لو كنت مكان الراجل الطيب ده؟ الراجل الطيب ده لسه شارع عربيه موفي طلقه، ما ركبش نمر، ماشي بالعربيه على المشايه. لما مشي بالعربيه على المشايه بيتغندر، ما ركبش نمر لسه، العربيه لسه ما نزلتش المنصوره. عدى وماشي على المشايه وفجاه بيضرب في رمي حنينه. فجاه راح واحد لابس في مين ورا، طلع الراجل الطيب اللي جواه وفتح الباب ونازل. خلاص بقى العربيه بشوكها. اول ما نزل لقى العربيه الثانيه فيها سياده المحافظ. ماذا تفعل لو كنت مكان الرجل الطيب ده؟ اسمع بقى، هاي ما ثلاث دقايق بسرعه هتعمل ايه؟ فده
اه ها هتدي فلوس العربية اللي اتخبطت؟ انا اجيب لك فلوس عربية؟ المحافظ هتوحشنا هتوحشنا من ساعة ما طلعت وانا قايل انك هتوحشنا. اه هتعملوا ايه؟ نعم لف ورجع لف ورجع تاني. اه اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت على طول. اه ايه تاني؟ الناس اللي فوق ما سمعوش القصة اصلا. العربية ايه؟ طبعا مخالفة طبعا. في واحدة تانية هتوحشنا. ماشي يا حسن. طيب احنا بقى الراجل ده يعني جديد في السواقة يعني دنيته لسه كده. فطلع بنفس العربية وتقولش يا عيني هي ملطشة معاه. والعربية اتظبطت وتمام وزي الفل ولسه برضه ما ركبش نمر. وعلى نفس شارع المشاية تقولش حاجة غريبة. عربية منظورة. طلع ومشي بالعربية دي وبعد ما مشي بيها حصل نفس الموقف. وراح خابط فيه واحد تاني من ورا. نزل وطلع الراجل الطيب اللي جواه. لقى الراجل من ورا ده واحد سكران. لا اعمل نفسك سكران. اعمل نفسك سكران. اهو اكتر من كده. والراجل السكران ده تفوح من رائحته من بقه رائحة المسك. ماذا تفعل لو كنت مكان هذا الرجل الطيب؟ هذا صاحب العربية المنكوبة. ها؟ هتعمل ايه؟ يعني انت عملت مع المحافظ كده وجاي تعمل مع السكران كده؟ والله يا ابني هتوحشنا. يا ابني انت ابن موت ولا ايه؟ ايه تاني؟ هتعمل ايه مع الراجل ده؟ هتفوقيه؟ ازاي؟ يعني فنجان قهوة كده ولا ايه؟ هتعملوا ايه؟ سامحت الاولاني؟ ده باعتبار انك سامحت الاولاني، انت هتسامح التاني. يعني هتاخدي حقك بايديكي؟ اتأكدي. اول مع اول يد. مع اول يد والله ما هتبقي لوحدك. والمشاية كلها. هتلاقي كل اللي معدي قايم بالواجب. حد قال لك تسكر؟ انت اللي قلت لي. الجدع الطيب ده ايامه سودة وكانت عربية سودة. طلع بنفس العربية ومركبش نمر لغاية دلوقتي، ما بتعلمش ابدا. وبرضه ما بطلش ماشي في شارع المشاية. وعدى وطلع وهو طالع لقى الراجل الطيب ده خبطه من ورا، نزل ببص كده لقى الراجل ده كان حرامي سرقه قبل كده. اما فيش غيره يعني هنعمل ايه؟ حرامي سرقه قبل كده. اه نعمل ايه؟ ايه؟ تدفعي الثلاث دقايق خلصوا؟ طب ممكن بريك؟ هم بيسموه ايه بالانجليزي؟ ممكن ناخد اكسترا تايم ونلعب بلنتيات في الاخر؟ طيب هنا هتعملوا ايه مع الراجل الطيب ده؟ تسرقي عربيته. مرحبا بيك في احلى شباب يا دكتور محمد. ومن قسم الحريم يا دكتور محمد. امال الرجاله هتعمل ايه يا دكتور محمد؟ ده كلام جميل جدا. الراجل الطيب ده بقى خلاص خلاص وبتاع بقى. فوجئنا بالراجل الطيب ده برده ما بيحرمش يا عيني. وقرر المره دي انه يغير لون العربيه. بس برده لسه ما ركبش نمر. وطلع بنفس العربيه وعند شارع المشاة. انتوا عارفين القصه بقى مش هنقولها تاني يعني. بس المره دي جه الراجل الطيب ده. خليه بس يصور. بس صور يا زعيم عشان الراجل ده مش عايز يصور. جه الراجل الطيب ده وقف معاه راح لقاه مغمى عليه على الدركسيون. ولانه طبيب عرف ان الراجل ده في غيبوبه في كومه سكر. السؤال لو انت مكان الراجل ده تعمل ايه؟ ايه؟ يا قلبكوا الطيب والله يا قلبكوا طيب. قاعدين طول الحدوته دي ساكتين ودلوقتي تروح على المستشفى. حضرتك طبيب الطوارئ اكيد. شايلين الاربع حركات اللي فاتت. ده الراجل ده في كومه.
لا تعملوا ايه بجد؟ هتعالجوه. ده ايه الحنيه دي؟ هم دول احلى شباب بقى، سقفه لاحلى شباب بقى. الراجل هو الراجل، والعربيه هي العربيه. الناس اختلفت، رد الفعل اختلف، مش كده؟ بس مين اللي خد القرار؟ القياده بتقول لك انك عشان تبقى قائد دول يبقوا مختلفوا زي ما يحصل، مش مهم الموقف يختلف، مش مشكله، لكن ده اللي لازم يبقى ثابت. لو ده اللي بيحركك تبقى مش قائد، تبقى تابع، تبقى عملت بناء على ده. بس في حاجه مهمه جدا، طول الوقت بتقول لنفسك انا مجبر اعمل كذا، مجبر الثانويه العامه دخلتني ومش عارف الحدوته وابويا وامي والجواز والعيشه والعيشه واللي عايشينها والحدوته اللي احنا عارفينها دي كلها. لا، انت تملك حريه الاختيار، بس انت لو تمارسهاش. عشان كده وعشان تؤدي وتبقى فعلا قائد حقيقي لازم يبقى عندك في الاول قرار انك تطلع من المعجنه اللي الكل بيخش فيها بسبق واضح ومحدد مرسوم ليك عشان تفضل ماشي فيه لغايه النهايه، وفجاه تلاقي نفسك الدنيا خلاص. بعد ما تاخد قرار تتاكد انك هتختار، وان الاختيار بتاعك يبقى اختيار واضح وحقيقي، انك هتشتغل على ده مش هتشتغل على دول ولا هتشتغل على ده، هتشتغل على نفسك انت عشان يبقى قرارك منك انت، وعشان تبقى قائد حقيقي ما تبقاش تابع لكل حاجة. 3 دقايق واللي هيقول له جايزة بالونة مفرقعة. ها فين احنا؟ كان في واحد بينا طار ولا ايه؟ تعال يا حسن تعال. ايوه يا عم انت شكلك شيك قوي، هيرفع على الستيج. تعال تعال يا زعيم. ها فاختبار فجنة الله. قرار هتختاره وهيبقى عندك اختيار، وبعد ما تاخد اختيارك هيحدد لك طريق واضح ومسار. بعد ما تعدي في المسار بتاعك لازم يبقى عندك اختبار، انت صادق ولا لا. ولما تعدي الاختبار نتيجته هتوصل يا جنة بإذن الله يا نار. الحق المغرب عشان المغرب يأتي.